أعتقد الملف شائك ليس بسهل، لكن ما يضفي عليه اطمئنان لكل من يتعلق بهذا الملف أن هناك متابعة حثيثة من دولة رئيس الوزراء لهذا الملف لارتباطه بمستحقات عوائل الشهداء والجرحى والمصابين. نعم. وبالتالي دولة الرئيس كلف المكتب بشكل مباشر الدخول بهذا الملف. اليوم واحدة من التوصيات اللي دائما ما ركز عليها الأخ رئيس الوزراء أن المكتب ليس ببديل عن المؤسسات التنفيذية. نعم. لكن عندما نجد حاجة لتدخل المكتب لدعم المؤسسات من أجل إحقاق الحق ندخل المكتب بشكل قوي لتعديل المسار وبالتالي المطالبة بالحقوق وإنفاذ مستحقات المستحقين حقيقة.